سلام سلام على رسول الله الى جلس سيدنا محمد الله معاه جاي العلي اي عطات زغيتا بديت لكم في الديبار ديال الفيديو باياش يا السلام عليكم كي دايرين بخير صحتكم اموركم احوالكم فرحوا لي لالياتي وفرحوا لي صحباتي واخيرا اختكم نهضت للكوزينه اخيرا انا نهضت للكوزينه شنو شوفوا علاش كتروني لهيه علاش كتروني لهيه البنات بغيت نوريكم وليت كنلبسات هاد الشرطات هادو اللي ديال ما كنحس بهم بالراحه اختي كنحس بهم بالراحه المهم نط الكوزينه ماشي باش نطيب ليا خوتي ماشي باش نوكل راسي انا لا وانما باش نوجد لبنتي الماكله غادي نصاوب لها واحد بطاطا وخيزو وندير لها معاه الفرماج صافي صافي الله يرحم والدي خلينا نهضر مع صحاباتي راه دابا البنات راه فرحاني اللي نط الكوزينه الحمد لله بما انه استقرت الحاله ديالي ويعني الحمد لله وشكرا لله هذا فضل الدعوات ديالكم فضل الله سبحانه وتعالى اكيد وفضل الدعوات ديالكم اللي ما ننساهمش ابدا تات النعناع كتشطب به ويلو اري النعناع قلت لكم فضل الدعوات ديالكم الغزالات ديالي وفضلكم نتوما الحمد لله والشكر لله هو انه دابا نط على رجلاتي وغنصاوب بنتي ماكلتها مسكينه راكم عارفين بزاف ماما ماما ندير لك يام يام يلا صافي المهم دابا غادي ندوز نصاوب لها كنحاول انني ندير لها غير بطاطا وحده وخيزويه وحده غنقول لكم علاش باش دائما ما غتبقاليش الماكله هكا يعني البطاطا تبدا الصباح عاد الكلاله انا كنزيد في الصوت يا كنزيد في الصوت المهم تنسالو فهم المهم غزالات ديالي عرفتوا راني فرحانه انا بزاف 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 اللي راني واقفه دابا في الكوزينه وراني كنقاد انا وكنصاوب داكشي اللي خصو يتصاوب هنايا البنات راني انا خدامه كطفي عليا في الضو تشعل الضو تطفيه وتشعلو تطفيه وتشعلو عرفتوا كتعصب ني ديال بصح صافي هنايا غسلت بطيطه غادي نقطعها شوفوا كندير لها واحد التقطيعه ديال بحال اللي غادي نقليو داك الشيبس اللي كتباع برا باش كطيب لي دغيا هكا ملي كتكون مزروبه وصافي المهم انا شاركت معكم هذا النهار غير بالفرحه ديالي اللي نتو صوبت لإلينا الماكله حسيت بواحد الفرحه واحد النشاط راه ما يمكنش وحق الله العظيم راه زعما الله يشافي جميع المرضى وجميع الناس اللي زعما ما كيقدوا يديروا والو ومراض والطبيب منع عليهم يعني وقفوا منع عليهم راه ماشي كاين اللي كيقول راه مرتاحين وحاسين بالراحه هو لا لا راه العكس اخوتي ما كاين لا راحه لا حتى شي حاجه بالعكس لا اله الا الله محمد رسول الله الله يحسن عوانهم الله يحسن عوانهم تتغيب الشمس راه مساكن كيتعذبوا نفسيا وراه كيحسوا بالنقص جالسين وكيشوفوا الناس كلشي واقفين في الكوزينات هما كيخدموا شغلهم وهما لا والله العظيم البنات حتى كيحسوا بالنقص كيقول لك سال المجرب ولا تسال الطبيب مهم بزاف ديال البنات كتسولوني على زعما بالنسبه ليا شكون احسن طبيب ديال اخصائي ديال الولاده وداكشي انا دائما كنقول لكم انه احسن طبيب عندي بالنسبه ليا هو الدكتور محمد بن طالب تبارك الله ما شاء الله عليه لا هو لا لي ساج فام لا الفرمليات لا البنات اللي في لاكابين لا البنات اللي كاينين في في, في 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 الكلينيك تبارك الله ما شاء الله عليهم احسن طبيب بالنسبه ليا هو الدكتور محمد بن طالب سيروا عنده قولوا له صيفطات نمونه انا متاكده غادي يجيبكم البنات ديالي درت داكشي يطيب درت لها كندير لها بطاطا وخيزو كيف ما شفتوا داكشي على ما يطيب وغندير لها الفرماج وندير لها معاه بيضه مسلوقه غادي نحك كلشي وندير له بحال لابوري كيجي بحال بوري فهمتي ودابا مشيت غسلت لها ليكوش وغسلت لها ليكوش في مورنينغ مشيت غسلت لها الاخر هكا الوسخ ديالها حشاكم حيت ليكوش وغسلت لها بالماء راكم عارفين في الصيف كنحاولوا نتفاداو لي لانجيت لحقاش كيدبروا نسيت ما درتلاش وبغيت نقول لكم انه هذه خطيره البنات للضبير زوينه بزاف ايفيكاس لواحد الدرجه ما تصورش انا الينا عمرها تدبرات لي في حياتها من نهار يعني بديت عيني عيني نفسي نفسي بلاتي من نهار يعني ولدتها كتدبر داك الضبير ديال لي بيبي فهمتوا عادي ضبير خفيف وصافي هادي شي يومين كثر يمكن شي 3 ايام مهم يومين لا 3 ايام ما فايتاش نهار الخميس واه نهار الخميس نهار الخميس الجلده البنات لقيتها وما بين واحد شويه ماما بدلت لها ليكوش
بدلات لها ليكوش حاشاكم وسخات، جيت زيت لها ليكوش كنلقى الجلده غطير. اويلي كيفاش وقع لها هادشي ما بين كوش وكوش، ما كملهاش حتى 3 سوايع يعني شي حاجه. صافي كنمشي كنحيد لك، كنلقى انها هي معاك تكبر النياب بحال اللي عندها لا دياري مسكينه شويه مع داك المرضى اللي مرضات، بحال اللي غير داك لا دياري الا بقات فيها غير ربع ساعه صافي كتلاخر. صافي مشيت كنجري كناخذ لها هذه نهار ذات، وانا كندير لها هاد بيبونتين البنات غزاله بزاف، واخا زعما كيقولوا لي انا كاينه ديال فرنسا احسن من المغرب، ولكن انا الصراحه عيني تلبس لك، انا الصراحه ما جاتني زعما هاد فرنسا ولا هاد المغرب ولا، انا جاوني عندهم نفس لو في حيت حتى شكون كانت سردات لي فرح، واه فرح مسكين مسكينه فرح اللي كانت يمكن صيفطات لي فرنسا ولا عمتي ولا ما بقيتش عقلت بالضبط، ومن كان ديال فرنسا قولي لهم قولي لهم هادي ديال طاطا فرح طاح 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 طاطا فرح واه قلت لكم كتصيفطاتها لي ما عقلتش، ولكن جاتني نفس لو في يعني لا ديال هذا لا الاخرى يعني بحال بحال تقريبا، ماشي غير ماشي تقريبا راه يعني نفس الخدمه نفس كلشي. هتشوفوا هنايا راني محيده كلشي البنات، حيدت هادشي كامل ان شاء الله باش غادي تصبنوا ياكم ايوا صافي. المهم انتم معايا فيديو عرفتوا بقات كطب كطب كطب، شوفوا شنو طلقات داك الخضريه ديال الخيزو كامل طلقاتو الفوق مع درتها في الماء بزاف فهمتوا، خليتها تسلقات مزيان راكم عارفين باش ما تضرهاش ايوا، وخليتها حتى قربت يعني حتى هبط الماء ديالها كامل، وزدت عليها شويه ديال زويته بلديه اكيد. صافي ودابا راها يعني كطيب، ودرت جوج بيضات يتسلقوا باش غنوريكم هاد لابيوري، ماشي لابيوري تقريبا بحال لابيوري. المهم هاد الخضيره هادي مفيده بزاف البنات وكتعجب الوليدات كامل. ترضعي واحد ترضعي دابا انت بيبي شنو ترضعي خوتي هادي سبحان الله العظيم، منين الوليدات كيحسوا والله العظيم اللي كيحسوا. هادي عرفتي وقاش هي ترضع سنوات الضايع وقال لك دابا بغات ترضع، كيفاش ترضعي؟ نعطيك البيبرون ديالك تبقى ترضعي الزازة شو ترضعي؟ ترضعي فمك وكي غديري انت عارفه كي كيرضعوا، يلا ها كيرضعي يلا ها ديري يلا ديري بالعاني بالعاني ديري مسخوطه يا حليتي حليتي انت انت راه الزينه ديال العالم، وما يمكنش ما كاينش الحليب والو والو الحليب خوتي والله الوليدات الا كيحسوا حق الله. عرفتوا راه مؤخرا ملي وليت كتشوف هكا الوليد كتشوف هاد البيبي في الكريشه وداك الشيء عاد ولات السيده باغا ترضع كتقول لك عطيني نرضع، وكنجبد لها هكا ترضع كتبقى تلعب تلعب كتبقى دير بحال هكا زعما راه كترضع فهمتوا، وهي ما كترضع والو غير حاطه فمها غير الخوا دار هكا ودار زعما راه هكا ترضع السيده حتى نولد ان شاء الله ونعطيك ترضعي حتى انت صافي. سدرتي يلا هاكي ناري سبحان الله، ما تقولوش الوليدات الصغار راه ما كيحسوش سبحان الله، كيقول لك البنات زعما باش ما كتكرهيش باش ما كتجيش داك الغيره ماشي الكره كتجي داك الغيره ديال الوليدات الصغار راكم عارفين. دابا تقريبا ايلينا وهاد البيبي بحال ولاد الغيال، اينا عندها ان شاء الله باش غادي نولد غتكون عندها شي عامين وشي شهر ولا شهرين على ما قالوا لي ان شاء الله يا ربي، يعني بحال اللي فاهمه كلشي وعارفه، وانا كنحاول اني نحببه لها كنقول لها شوفي غادي يجي هذا البيبي وغادي يجيب لك معاه كادو وغيدير لك وغيفحل لك فهمتوا، يعني من دابا كان فين راه بيبي بنتي وريني بيبي فين عندي انا فين ايوه لا بيبي بيبي ايوه فين عندي بيبي شنو درتي فين عندي بيبي بيبي كرشي اي ما ضربش كرشي قال لك بيبي في كرشي فهمتوا يعني بيبي في الكرش واه فين عندي كرشي هذيك راه كرشي اللي كتضربي فيها ماشي كرشك كرشي راه كرشي انا كرشي يب شويه كرشي راه كرشي انا ماما كرشي انا ماما انا ماما يلا نوض دابا نصاوب البنات شنو تاكل. ها انتما الكبيدات ديالي طابت دابا غنحاول سعيد سعيد الكبيدات ديالي دابا هي طابت ياكم غادي نطلقها هكا ماما ميمي ميمي هاني بنتي نعطيك ميمي كنجبدها البنات بالفرشيطه باش كتصفى فهمتوا باش ما كتبقاش ميدمه ما كيبقاش فيها الماء بزاف هادشي كيبان لي تا انا غناكل معاك بنتي فيه غدرت لك بزاف واه
ناكلو انا وياك. ها هو والله درتي لا ذوقيني ذوقي ماماك. ماما صافي. وهاد الماء هذا البنات هاد لاصوص اللي كيبقى هنايا نتا زويته والمويه وداك الماء ديال الخضيره ملي كنبعز الخضره وداك الشيء مع الفرماج ومع البيض كنبقى نخوي عليه الا حسيت به داك الشيء ناشف فهمتوا. دابا نقسم على جوج طباسل هانتوما غادي نقسمهم على جوج طباسل باش نقدر نبعثهم بخاطري حيت كيبان لي انا غادي ناكل مع ايلينا. هاتو هاد الخضيره كتجي بنينه يا اختي كاينه ولا ما كايناش؟ ميميو كاينه بنتي؟ كاينه اويلي كاينه كاينه قولي كاينه كاينه اول مره كنسمعها كتقول كاينه نيشان. هاي 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 هاي. المهم انا معاكم غنسالي هكا ونرجع معاكم غندير فيهم جوج ديال الفرماجات ديال لوغاج كيغي البنات هكا جوج وغادي ندير بيضه ولا جوج بيضات على حسب انا. المهم راني درت هنا بزاف غناكل انا وياها تختك ولا خوك خصو ياكل جوجكم تاكلوا. نو ماما تاكلي غير انتي انا بوحدك وخيك ولا خيتك امين امين تدعي معاه ربي يا ربي شنو هذا غير تدعي معاه صافي. مينا مينا طاطا مينا توحشتي طاطا مينا توحشتيها بزاف كاكا طاطا مينا توحشتيها كاكا كاكا طريق ندوقو كاكا البنات عرفتو غير خضيره بلا ما تزيدي فرماج لا بيض لا والو والله البنات الا كملنا انا وقيله غنعطيها لها هكا بلا ما نزيد هذاك البيض حتى غادي مر عليا التبصيل. ها هي البنات شوفوا كيفاش راني درت فيها البيضه قسمتها على جوج المهم داكشي قسمته على جوج ودرت هنايا البيضه وخليتها شويه هذا تي شوفوا اختكم فين راني ناعسه في الصاله يا لاله والله العظيم الا ناعسه في الصالون. غادي نخليكم تصبحوا على خير وامسيه سعيده. غادي نعس ماشي نعس الينا وحميد باقي ما جاش البنات باقي خدام وداكشي ما عرفتش علاش ملي كنصور لكم كنحس بحال انا ها وليك ما طرع وجهه ولا كيفاش البنات ما كتحسوش بها هكا كتبان لي بحال اللي طرع وجهه يا ربي السلامه الدوخه جاتني. مهم قلت لكم البنات حميد باقي ما جاش المهم انا نعست الينا انا غنتكى شويه وغادي نعس كنحاول هكا في الليل ناكل هكا كركاع ناكل لوز ناكل داكشي اللي فيه لي فيتامين وغنوريكم شنو كندير. مهم هانتوما البنات شوفوا شنو كندير كناخذ هاد المخده حيت هي اللي عندي كبيره تاع الصالون وحده فيهم في الصالون وكنهز عليها رجليا راكم عارفين كيف ما قال لي الطبيب كنهز رجلاتي هكا فوقها وصافي صافا يعني الحمد لله باش كيتثبت لك الحمل واكيد ما ننساش ضروري خص المثبت وراني بارطاجيت معكم شنو هو السيرو عاوتاني انا شميعات لي فوغالين البنات فوغالين 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 وصافي ان شاء الله راني غاده الحمد لله والشكر لله على سلامه الله شكرا بزاف على دعاويكم بزاف 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 حيت فريمون لو كان ما كنتوش نتوما ما غنكونش انا شكرا لاي وحده فين ما كنتي سيري الله يسهل عليك الله يعطيك ما كتمناي والله يحفظك على الدعاوي ديالك وان شاء الله ما نردها لكم في ساعه ديال الخير وان شاء الله ما نفرحكم ونعرض عليكم في الاسبوع ان شاء الله كاملين باذن الله وتا في 7 شهور مرحبا بكم والف مرحبا كاع صحاباتي والبنات اللي كنعرفهم والبنات اللي كيشوفوني والبنات مرحبا بكم والف مليون مرحبا. ايوا هذا مكان الغزالات ديالي يلا تصبحوا على خير على الدروج نتاع باب الجمعه تاع تازا يا باب الجمعه كي كان سوكي ولات ايه ايه يلا تصبحوا على خير البنات وكنحمق عليكم والله يسهل عليكم كاملين اجمعين كنتمنى البنات دعيو زيدوا دعيو معايا زيدوا دعيو معايا راه محتاجه الدعاء ديالكم الله يحفظكم الله يسهل عليكم يا ربي.